يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبت إلى المدينة يأمرني بعض الزملاء أن أبلغ سلامهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل؟ هذا بدعة، سلموا عليه وأنتم هنا يا أخي، صلوا عليه وسلموا عليه وأنتم هنا، لا توصي واحد، لا توصي واحد، هذا ما ورد أنهم يوصون. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وسمعت أن من سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرب الرسول يسمعه، ومن سلم عليه من بعد فإن هناك ملائكة يبلغون السلام، ما هم من بني آدم، من الملائكة. نعم.